أنا ما أداءنا كان جيد نحن في مباراة اليوم، مو عكس المتوقع. أنا ما يهمني، لا أنظر إلى النتيجة، الأداء كان جيد، نحن لعبنا في مباراة جيدة. الأداء، تقييم الأداء لما أنت تعمل 8-9 وصول على مرمى نادي العربي معناتها أنت عامل شيء جيد في المباراة. أوكي أن العربي كمان وصل، لكن ما وصل أكثر منك، فهذا الشيء معناتها أنت هو استغل الفرص، أنت ما استغليت الفرص. هذا كلام يعني في منطقة أكثر يعني. النتيجة لا تعكس سير المباراة؟ لا أبدا، النتيجة ما بتعكس سير المباراة، لا هذه النتيجة ولا حتى يوم لعبنا الشوط الأول مع الكويت كنا مميزين، فالنتيجة دائما عم تظلمنا مع الفرق الكبيرة، يعني عم تكون قاسية علينا. ما عندي مشكلة، احنا ان شاء الله فريقنا جيد وامورنا طيبة. طبعا دائما انا اقول الخسارة اوكي في اخطاء نحن، انا شخصيا بتحملها. اللاعبين كانوا رجال، قدموا اللي عليهم. هاي النتيجة احيانا انت 1-0 و2-0 و3-0 كله نفس الشيء، بالنهاية خسرنا 3 نقاط. نبارك لأخواننا الجماهير نادي العربي وكلهم بالتوفيق إن شاء الله. بالنسبة للموقف السنة اللي فاتت في الباحين والفخار الأسود، هل تحملكم مسؤولية وشكل ضغط على اللاعبين؟ ما موضوع ضغط ولا ما ضغط، موضوع أنت عم تلعب اليوم لما تخسر من القادسية، من العربي، من الكويت، فرق مرشحة، فرق قوية، يعني عم تفوز على كل الأندية. فهذا يعني مباراة راح تكون صعبة، يعني منطقيا راح تكون صعبة. أنا كان بيهمني في هالمباريات إني أدي أداء جيد، نقدم كرة حلوة، نوصل على المرمى، نحاول إن نفوز، يعني في النهاية نحاول إن نفوز. نحن عم نحاول، لكن التوفيق من الله عز وجل. في النهاية أنت عليك الاستمرار في المحاولات ولا الاستسلام يعني في النهاية.